ولا مرة في حياتي شفت أمي أمي وأبوي يتضاربون في حياتي كل طفولتي. بس تعرفين حد وضح لي نقطة مهمة، أنا دائما كنت أتباهى بهالنقطة، أن أقول الحمد لله الوالدة والوالد ولا مرة تعاركوا يعني بالكلام ولا تخالفوا قدامنا. هذا كان شيء إيجابي ومفروض بالمنطق تقولين إيجابي، بس تعرفين في جانب سلبي. أنا قلت لك ويا حسن قلت لك الجانب السلبي، ما تعرفين كيف تتضاربين بطريقة صحية، إن نختلف يعني لو أنا في حياتي ما شفت أبوي يونس الوالدة بعد ما زعلها ما تعلم كيف أنا يراضي لو أنا عندي conflict يسمونه بالإنجليزي conflict resolution، كيف لو الحين أنت زعلتي مني أنا كيف أواسيك وكيف أراضيك في طريق أصالحك. في أي علاقة صحية لازم الاثنين يعرفون كيف يختلفون. طب معليش أنا إذا كنت حاسس أن السؤال تقيل أو سخيف بسحبه بمنتهى السهولة، يعني أنت تفاجئت أن والدتك طلبة الانفصال، يعني أنت شايف أبو بيت بيت يبدو من الخارج أنه بيت منضبط، بس ما أتوقع بس تعمل كلمة تفاجأت. وبقول لك ليش، على قد ما أمي وأبوي ما شاء الله كانوا سويسرا، ما في أي سويسرا ما في ولا شيء ولكن كنت دائما أسميهم زيت زيتون وخل، اثنينتهم صحيين اثنينتهم كويسين بس ما يختلطون مع بعض. فبالمنطق يوم كنت أشوفهم كنت أقول كيف مع بعض، بس ما في ضرابة أوكي عادي، عرفتي يعني ما كنت أشوف أي سبب إنه مفروض يكونوا منفصلين، بس مش فاهم كيفهم مع بعض. بس كيمياء مختلفة، ما دام الموضوع فيه سلام خله ماشي. فأهلي كان عندي المنطق هذا، بس يوم انفصلوا ما استغربت بشكل كبير، عشان ولا مرة شفتهم فريق واحد وضحك وسوالف وأصدقاء، يعني حسيتهم بس أنتي قلتي لي I paid high price for my freedom. Yes. قلتيها لي نصا كده. No. دفعت الثمن باهظ مقابل حريتي. كان قصدك ايه؟ سلبي وايجابي، ترى مو بس الثمن الباهظ شيء سلبي، حتى دفعت ثمنه وايد شيء حلو. يا جمال الحريه، الحريه مو باني انا شو أقول يعني ريبليونس أتمرد أو أكسر القانون ولا أخالف الحرية، أني أنا أقول أبغي اليوم أكل هذا، أبغي اليوم أجلس مع منى، اليوم أبغى أجلس في البيت، أبغى أشتغل ما أبغى أشتغل. أنا أتكلم في الاختيار مو بالضرورة، حتى ما أتكلم نتكلم على مستوى أبسط الاختيارات لما الإنسان بيبقى محروم منها بيحس إنه هو مخنوق. نعم.